أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالرمح حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. هكذا كان يرتجز الأكبر بن علي بن أبي طالب ابن الحسين سبط الحسين ريحانة رسول الله، يرتجز عندما نزل إلى أرض الميدان ليدفع ويدافع عن أبيه الحسين عليه السلام. هذه الحلقة نتحدث عن هذا الضرغام والليث الهمام علي الأكبر عليه السلام. أحبتي التعازي لكم وباسمكم وباسم كادر هذا البرنامج وهذا الموكب المبارك، نرفعها إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي، أأمل أن تكون هذه الحلقة فيها من المعلومات الغنية بوجود ضيفي سماحة الشيخ جلال الصغير. أجمل ترحيب بكم، وأجمل ترحيب بكم سماحة الشيخ، عظم الله لنا ولكم الأجر. الله يعطيك. شيخي، نبدأ من حيث لغز الأكبر والأصغر، من هو الأكبر ولماذا الحسين سمى جميع أولاده عليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم لمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من الأمور التي يمكن أن يفكر بها الإنسان في طبيعة هذا التعدد في الأسماء، أسماء علي، فاطمة، في قبال موجة كانت في تلك الفترة تحاول أن تتبرأ من كل شيء يرمز إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أشير إلى ما سبق لابن أبي الحديد المعتزلي لعله يروي عن المدائن قوله بأن فلانا من التابعين أو من الصحابة دخل إلى الشام وظل يسمع، لا يسمع من الأسماء إلا يزيدا ومروانا وعبد الملك وأمثال هذه الأسماء، يقول لم أسمع أحدا يسمي بعلي أو بحسن أو بحسين، إلى أن ذهبت إلى ضاحية من ضواحي دمشق فوجدت رجلا ينادي على أولاده باسم علي وحسن وحسين، فقلت هذا والله من شيعة أبي تراب. ذهبت إليه وقلت له إني رأيت منك عجبا، الناس تسمي بهذه الأسماء وأنت تسمي أولادك بهذه الأسماء. قال لي لا عليك بهذا، فإن الناس جهلة لأنهم يسمون أولادهم بأسماء أولياء الله، حتى إذا ما سبوهم وشتموهم إنما يشتمون الله جل وعلا، وأنا سميت أولادي بأسماء عدو أعداء الله، حتى إذا سببتهم أو شتمتهم إنما أسب وأشتم أعداء الله جل وعلا. هذه الحالة بغض النظر عما إذا كانت مبالغة في الوصف، لكنها من الواضح جدا حينما يأتي هذا الرجل ويقول للحجاج إن أبواي قد عقوني وسموني عليا، إنما يعرب عن طبيعة الذي كان يجري في الواقع الاجتماعي في هذا المجال. لذلك هذه التعددية تارة ينظر إليها من هذا الاتجاه، يعني كانوا يطلبون دوما أن تسمى الأسماء بهذه الأسماء المباركة وتكرس في الواقع شيئا فشيئا. شيخ، إذن لكن عجيب عجيب. هناك نقطة يجب أن يلتفت إليها في خصوص اسم علي الأكبر وعلي الأصغر صلوات الله وسلامه عليه. ربما من أساليب حفظ الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أن يعتم على اسمه من خلال وجود لافتة كبيرة اسمها علي الأكبر، بحيث أن القوم لو أنهم قد سمعوا أن الإمام الذي يأتي من بعد الحسين هو علي بن الحسين، فإن التداعي الأول سيذهب إلى الأكبر باعتبار أكبر الأبناء هو الذي يتحمل مسؤولية الإمامة. ولذلك حينما أدخل الإمام زين العابدين على عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه سأله ما اسمك؟ قال علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان
لأخي يقال اسمه له علي علي قتله بن أبي الناس. طالب قتلته. هذا الوصف ربما يشير إلى طبيعة سياسة متعمدة للقتل علي بعد الحسين. بالإضافة إلى الأمر الأول لحفظ الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وإظهاره بالمظهر من أهمل ذكره أباه بحيث لم يعطيه لفظة الأكبرية وإنما أعطاه لأخ له. أضف إلى ذلك طبيعة الأحقاد التي سلطت على علي الأكبر تحديدا من أبناء الحسين ومن أبناء أمير المؤمنين فيما خلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لم يصب حقد على أحد في كربلاء كما صب على علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كان أشبه الناس خلقا شيخ، وخلقا. مسألة الشبه، أنا وجدت في رواية إخواننا السنة، أنا أعتذر لك وللسادة المشاهدين على المقاطعة، وجدت في رواية إخواننا السنة هناك أربعة يشبهون رسول الله إلى حد ما، وأشبه الأربعة هو جعفر الطيار، هكذا يقول، حتى أن المارة كان يمر على جعفر فيقول له السلام عليك يا رسول الله، لشدة شبه جعفر برسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي علي الأكبر فيكون أشد شبها من جعفر الذي كان الناس تشتبهه، هو جعفر أم رسول الله؟ أعتقد يعني هذا الأمر ربما ينطوي على مبالغة في قضية جعفر عليه السلام، لأنه جعفر كان له امتياز يفرق عن بقية الصحابة عند أبي هريرة. عند أبي هريرة. عند أبي هريرة كان يذم الجميع، لكنه حينما يصل إلى جعفر يمتدحه مدحا عاليا جدا، والسبب أنه كان يحاول مع كل خارج إلى بيته بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العشاء أن يلهيه بسؤال، لدي سؤال لدي مسألة، حتى يوصله إلى البيت، وبالنتيجة يجبره على أن يتغدى معه أو يتعشى معه، لأن أبا هريرة كان من أهل الصفة اللي كانوا معروفين بالفقر الشديد. وحده هو يقول بأنه كلهم منعوني إلا جعفر، لذلك هذا التحديث بعنوان امتياز جعفر لم أسمعه في رواياتنا، يعني لا يوجد في رواياتنا مثل هذا الشبه. لكن مع علي الأكبر أيضا هم يرون، يعني في كتاب الطبري إن لم تخن الذاكرة في تاريخ الطبري يشير إلى أنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المهم هنا، لماذا هذا الحقد؟ أنتم قتلتموه، لماذا يقطع إربا إربا؟ مع أن الحصان حينما تعثر وجر عليا صلوات الله وسلامه عليه كان بالإمكان هو نفس جر الحصان بعد جرحه بأبي وأمي أن يميته، لكن لماذا تنهال السيوف عليه بهذه الطريقة وبهذه الشكل؟ الحصان تعثر وجر علي، أم أن علي انحنى على قربوس الجواد بحيث أن الجواد لم يعرف طريقه؟ بالنتيجة في أي الأحوال الحصان جره إلى جبهة الأعداء، خصم يعني إلى داخل معسكر الأعداء. بس ربما يمكن للإنسان أن يقول بأن الذين تقدموا في معسكر الأعداء هم أشد الناس عداوة، لكن ماذا بشأن من كان في داخل المعسكر؟ يعني قلب هؤلاء المعسكر. الذين ظلوا يعني يؤجلون دخولهم في المعارك طلبا للعافية، هؤلاء لماذا؟ ولذلك أعتقد أن واحدة من علل هذا الأمر يمكن أن يفسر بأنهم توهموا بأن هذا هو الإمام من بعد الإمام لا سيما أن الأوامر كانت الحسين صادرة أنه صلوات الله لا عليه. تبقوا لأهل هذا البيت واضح باقية. واضح جدا. الآن هم يعني من نلمس هذا الأمر ربما زاد الإمام الحسين عليه السلام مع كل ذلك زاد عليه مسحة إضافية حينما وصل إلى جثة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليهما وتمدد إلى جانبه. هذا الأمر لم يصنعه الحسين عليه السلام
إلا عدة مرات، وأعني بذلك تقديم وسائل الإيضاح بطريقة معبرة جدا لمن لم يلتفت إلى الإنسان يقتل لماذا يتمدد إلى جانبه، أو أنه يقتل علي الأكبر، يقتل عبد الله الرضيع لماذا يرمي بالدماء إلى السماء، يقتل أبي الفضل العباس لماذا يمسك ظهره، إشارة إلى قوله الآن انكسر ظهري وما إلى ذلك. هذه العبارات الإيمائية أو ما أعبر عنه بوسيلة الإيضاح التي يريد الإمام أن يلفت الانتباه إلى طبيعة المصيبة التي حصلت. لعل هذه الإضافة التي أضافها الإمام بأبي وأمي أراد أن يوهم بأن هذا له منزلة عظيمة بالشكل الذي يمكن أن يجعل عمر بن سعد أن يتوهم بأن هذا هو الإمام الذي يأتي من بعد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، طبيعة موقف علي الأكبر في برازه وما قبل برازه في قضية حقيقة لا أقول تشبه إلى حد بعيد مع ما جرى ما بين النبي إسماعيل وما بين النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهما، حينما قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، تشير رواية إلى أنه كان يساعد أباه على هذه القضية. في حديث علي الأكبر حينما يروي المؤرخون بأن الحسين عليه السلام كان شديدا مع الحر في واحدة من المجالسات، وقد أبلغه الحر بأن عبيد الله بن زياد أرسل عينا عليه يطلب منه أن يحاصر الحسين، وآنذاك كان الحسين يحاول أن يتياسر عن جيش الحر بن يزيد. عند ذلك هومت عين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نام غفا قليلا، رأى في المنام من هاتفا يهتف بالقوم يسيرون والمنايا تسير معهم. حينما رجع يعني بدأ يسترجع بأبي وأمي، بدأ يحوقل، جاء علي الأكبر قال له يا أبا ما لي أراك استرجعت وحوقلت، ما الخبر؟ قال يا بني إني رأيت في المنام كذا وكذا، وإني أعلم أننا نسير إلى يعني أن هذا الهاتف يقصدنا نحن. هنا كانت تجليات علي الأكبر العظيمة، وهي المثال الذي يجب أن يحتذى عند أهل الحق. شاب في مقتبل العمر له إمكانات هائلة جدا في أن يحيا حياة كبيرة جدا ومفتوحة الآفاق له، ولكنه حينما يقول لأبيه أولسنا على الحق يا أبتا يا أبتا، قال أقسم له الإمام منعما بالجواب، قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. لم هذه الكلمة تارة نراها في الموقف من الحق، وأخرى نرى في جهد الإبن على أن يساعد أباه في أن يتحمل الذي يجري. يعني ما يرويه الأئمة عن إسماعيل عليه السلام بأنه كان يشمخ برأسه لكي يظهر أوداجه، لكن في تلك اللحظة القاتل أو الذابح هو الأب، وإمكانات أن تأتي الرحمة الإلهية في أي لحظة يمكن أن تحصل، والقضية داخلة في إطار القربان الذي يريد أن يقدمه إبراهيم عليه السلام. أما هنا أعداء، والأب هنا لا يفكر بنفسه بقدر ما سيفكر بأولاده، وله ولد، له هذه النجابة، له هذا السيماء، له هذا الإرث العظيم. لا شك ولا ريب أن الإمام سيحبس أنفاسه من أجل سلامة هذا الولد. ما رأيناه من بعد ذلك أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قدم عليا قبل أن يقدم أي أحد من بني هاشم. الله
يعني هذا الأمر اللي أرسل رسالة هسه للقيادات سنمر إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة على هذا الموضوع. لكن سمحت شيخ فقط مسألة مهمة جدا، يعني علي الأكبر له شبه بجده أمير المؤمنين عليه السلام، أن أمير المؤمنين قد فدى إمام زمانه رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، وأن علي قد فدى إمام زمانه علي زين العابدين بنفسه. هذه من زاوية. أما الزاوية التي لعلها هي الأكثر شجن وحزن، أن الإمام الحسين كان متعلقا جدا برسول الله صلى الله عليه وآله، الله أراد أن يعوض الحسين فأهدى له عليا وكأنه جده رسول الله، حيث يقول الحسين: كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي، وإذا بعلي يقطع عنهم أمام أبيه الحسين. على أي حال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لو دققنا النظر وأمعلنا النظر لوجدناه قدم كل ما يملك، وكلمة كل ما يملك تستوعب كل هذا المشهد، حتى اسمه بأبي وأمي، حتى يعني الشيء اللي ربما لا يجرؤ الإنسان أن يتحدث عنه، أن يجعل عرضه في أتون هذه المعركة وما بين تلك الجحافل التي كانت تتميز بحقد شديد، تتميز بغل عميق. لذلك لا يستغرب منه أن يقدم مثل علي الأكبر كفداء في هذه المعركة. على أي حال هو حينما يقدم نفسه لا شك ولا ريب أن في جعبته الكثير مما يمكن أن يبذله إلى هذا الدين وإلى هذه العقيدة. وعودا على ما أشرت إليه، يعني لم يفسح المجال لأي طرف يشاهد المعركة من أن القضية قضية حق، وإلا لماذا يقدم ابنه؟ لو كانت القضية كما يزعم بعض المنحرفين أو بعض الصدج أو ما إلى ذلك بأن الإمام كان يريد حكما أو يريد سلطانا أو ما إلى ذلك، لماذا يقدم ابنه؟ على الأقل يخلي ابنه إلى مرحلة لاحقة، إن لم يتمكن هو يأتي ابنه من بعده أو ما إلى ذلك، لكن لماذا يبتدئ به هو أولا ويعني يقدمه أول ما أذن بالقتال؟ إنما أذن لعلي الأكبر وطلب منه هذا الأمر. علي أيضا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في طبيعة إقباله وإقدامه إلا صدا لطبيعة الواقع الذي حصل مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في قضية عطشه بأبي وأمي. حينما جاء إلى الإمام الحسين لم يكن يطلب ملجأ، لم يكن يطلب إغاثة، لم يكن يطلب إلا الماء، والعطش أرهقني. وعلى الإنسان هنا أن يستوعب كلمة ماذا تعني العطش في تلك المعركة، معركة فيها حر شديد، فيها ركض شديد، فيها لهاث شديد، فيها رمال وأتربة وما إلى ذلك، كلها تؤدي إلى أن يجف يعني الغدد اللعابية، لا يمكن لها أن تفرز أي شيء يعين الإنسان في هذا المجال. أيضا النفس سيتقطع هو الآخر بالشكل الذي يجعل المريء ويجعل الحنجرة ويجعل اللسان يتيبس بشكل سريع جدا، فما بالك لو أن هذا الوصف العجيب الذي يصفه الإمام الحسين عليه السلام ويصفه علي الأكبر حينما يمد إليه الإمام الحسين لسانه لكي يبتل بما يوجد في لعابه بأبي وأمي، وإذا به يفاجأ ويقول: إن لسانك يا أبي يا أبا أجف أو أيبس من لساني. فعند ذلك يطرح عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه خيار الخلاص، خيار السعادة: اذهب يا بني، إن هذا جدي رسول الله ينتظرك
وبيده كأسه الأوفى الذي لن تظمأ من بعده أبدا. هذا الخيار الذي قدمه الحسين عليه السلام لم يكن مجرد خيار لإلهاء ولده، وإنما هو الخيار الذي يقدم دائما للرساليين. إذا كان المرمى هو الرسالة، إذن ما أحلى الموت في سبيل هذه الرسالة. وكان علي صلوات الله وسلامه عليه مطواعا إلى هذه القضية، وسرعان ما لبى لأبي هذا الأمر: يا أبتا، إن هذا رسول الله قد سقاني بكأسة لا أظمأ من بعدها أبدا. لبى الأمر، صدق هذا الأمر، وتطوع لصنع تلك الملحمة الكبيرة، والتي رأينا فيها كيف أنه استهزأ بكبار مبارزيهم، بكبار فرسانهم، مع أن فرسانهم كانوا يتمتعون بالغذاء الجيد، بالماء الموفير، بوسائل الراحة، وهو جاء من معسكر يشكو الجدب ويشكو القحط في كثير من هذه الموارد. هذا الأمر لا أعتقد أننا بإمكاننا أن نفي نزرا قليلا من وصف موقف علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حيث أن الإنسان عليه أن يبدي ما يتمكن في هذا المجال، أنا أعتقد أن واحدة من أعظم صفحات عرصات كربلاء هو كل ما يتعلق بعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. سمحت شيخ، نواصل الرحلة بعد فاصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي المشاهدين. ابن القائد كان هو من يتقدم الشهداء برغبته دفاعا عن الدين والمذهب والعقيدة، وكان القائد ينظر إلى ولده كيف يذبح. هكذا تأسى علماؤنا ومراجعنا وقادتنا بأن يقدموا أولادهم للدين فداء وللمذهب. فنرى مثلا في لبنان من قدم ولده، في إيران من ضحى بأولاده، وفي العراق كذلك إن شاء الله. أحبتي، هذا درس نستلهمه من ثورة أبي عبد الله الحسين ومن تضحية علي الأكبر عليه السلام. يحدثنا عن هذا الدرس بإطناب سماحة الشيخ الصغير، حياكم الله شيخي. حياكم. شيخي، نريد أن نأخذ مساحة حقيقة في الحديث عن ابن القائد. مما لا شك فيه أن المعركة تستلزم التضحيات، ولا توجد معركة من دون أن يكون فيها تضحيات. القيادة هنا تلعب دورا أساسيا تارة في إدارة المعركة، وأخرى في إدارة موارد المعركة. موارد المعركة اللي هي جند وما إلى ذلك، كيف يمكن للقائد أن يضفي قناعة متزايدة لدى جنده في عملية ما يقبلون عليه؟ هم يقبلون على موت، لا يقبلون على شيء يمكن أن يكون وراءه خط رجعة أو ما إلى ذلك. لذلك القيادات التي نجحت في إدارة موارد المعركة هي تلك القيادات التي أعطت قناعة إلى قواعدها الشعبية بأنها كانت سباقة في التضحية قبل أن تتحدث بنفس التضحية عند الآخرين. مع علم الإمام الحسين عليه السلام بطبيعة أصحابه، فهو الذي قال في ليلة عاشرة للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، حينما قال لها: والله ما رأيت أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي، لكن مع كل ذلك أبى أن ينسى هذه الخصيصة في أن يؤثر هؤلاء
الأصحاب يؤثر حياتهم ويقدم ابنه قبل أن يقدمهم، وحينما يقدم ابنه أيضا هو لا يقدمه في حركة استعراضية، وإنما اذهب يا بني فإن هذا جدك رسول الله، بيده كأس لا تظمأ من بعده أبدا. من يتحدث بهذه الطريقة يقول لابنه اذهب إلى الموت، لا يقول له شيء آخر. كما قد نرى في بعض الأحيان بعض القيادات قد ترائي أو قد تقدم شيئا باسم واقعها الخاص واقعها الذاتي لسبب أو لآخر، ولكن أغلب الأمور تتم بطريقة استعراضية أو بطريقة انظروا أنا أفعل كذا، بينما في واقع كربلاء وفي واقع ما يريده الله جل وعلا، ما يريده الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، ماكو امتياز لابن القائد على المقودين في قضية الرحلة إلى الجنان. من يسبق أولا هو الذي يحظى بالجائزة أولا، السابقون السابقون، المعيار الذي يفترض أن يتحكم بنا في هذا المجال. وإذا كان القائد هو القدوة فعليه أن يبرز عملية القناعة التي تعطى إلى القواعد بأن هذا القائد هو بالفعل قدوة. الآن عندنا نماذج من القيادات لا تعطي للناس شيئا، ولكن جهل الناس وخداعهم قد يجعلهم يتشبثون بهذه القيادات بشكل يعني يستغرب جدا، لا يعطيهم أي شيء. لكن في مقابل من يريد صدقا ومن يريد تعاملا مع الله أولا ثم مع قواعده الجادة، عليه أن يبرز نفسه في موقع التضحية قبل أن يتحدث بالتضحية نفسها. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان بإمكانه أن يقدم أصحابه قبل أن يقدم علي الأكبر في هذا المجال، كان بالإمكان أن يقدم غيره من بني هاشم يعني، والأعداد ليست قليلة في هذا المجال، ولكنه أبى إلا أن يقدم بادئ ذي بدء علي الأكبر صلوات الله شيخي وسلامه. مصطلح الأرازادة أو ابن الحج بالتعبير العام اليوم، مدى هذا يثير حفيظة العامة حتى عامة الناس؟ لماذا ابن فلان ينعم وابن عامة الناس يعذب؟ لماذا فلان في واجهة النار وفلان متأخر؟ فرد كلمة شيخنا توجيهية. أنا أولا في هذا المجال أشير إلى أن وجود ابن للشخصية الفلانية أو ما إلى ذلك ليس بالضرورة يحكي حالة النعمة. نحن لا نطلع على أسرار الناس، يعني قد يرينا ظاهرا الإنسان قد يرينا ظاهرا لكن واقعه يختلف تماما. يعني ذاك محمد بن المنكدر الذي يعد من كبار العباد عند القوم أو يشيرون إليه بأنه من الزهاد، كان يسير ورأى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في ظهيرة يوم صائف وهو يحرث أرضا له، استغرب يعني في عز الظهر وواقف تفلح تطلب الدنيا أو ما إلى ذلك. أو ذاك الرجل الذي جاء إلى الإمام الحسن وقد رآه يلبس ديباجا وما أو رآه يلبس معذرة ملابس ناعمة وما إلى ذلك، واستنكر عليه هذا الأمر. عندما أراه الإمام صلوات الله وسلامه عليه الواقع خجل من نفسه، لأنه مد يده إلى طبيعة نعومة هذا الثوب، أراه إياه هو هذا الذي يراه، ولكن من تحت نعومة هذا الثوب كان ثمة ثوب خشن هو الذي لا يراه أحدا إلا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هنا يعني في حكمنا الأول، في حكمنا الأول يجب علينا أن لا نستعجل لمجرد وجود ابن لهذا ولم يكن في الموضع الذي يعبر عن هذه التضحية. من الذي يقول بأن هذا الابن لا يضحي بطرق متعددة
وكثيرة قد لا تلبى من قبل آخرين باعتبار طبيعة الامتياز العلمي أو طبيعة الامتياز الفكري أو ما إلى ذلك. الآن أبناء الكثير من المراجع هم علماء مصنفين بدرجة عالية جدا، يعيشون حالة الزهد وما إلى ذلك. من صارت قصة الحشد الشعبي أيضا انطلق يعني الوسواس أو الموسوسين والنساء الذين يحاولون أن يحبطوا الناس. لماذا لا يذهب ابن السيد السيستاني إلى أرض المعركة؟ لماذا 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 إلى آخره؟ ولكن إدارة الكثير من الأمور تتوقف على هذا. نفس الأمر يجري على ابن السيد الخامنئي، لماذا لا يفعل، لماذا لا يفعل؟ وإن كان ابن السيد الخامنئي جرح في المعارك الآن ليس الكلام فيه، يعني أنا أجيل هؤلاء جميعا حقيقة عن أن يكونوا بفراغ بحيث لا يؤدون مسؤوليات. المسؤوليات تتعدد الآن، يعني إدارة وضع مرجعية بشكل كامل حينما يعلق بالابن الفلاني، العملية مو عملية سهلة كما يتصور البعض، لعله يعني أشد من عشرات المجاهدين، لا شك ولا ريب. يعني لذلك يقال الآن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، لما الرسول يقول مداد العلماء خير من دماء الشهداء، إلى ماذا يرمي؟ يرمي إلى وجود مسؤوليات متفاوتة كبيرة. على الإنسان أن يم، يعني أنت تملي فراغ قد أنا ما أستطيعه، وأنا أملي فراغ أنت قد ما تستطيعه. أنا رجل لي من العمر ما يسمح لي أن أركض، ما يسمح لي أن أمارس جهد معين، ما يطلب من عندي أن أكون في نفس هذا المكان اللي يحتاج إلى هذا الجهد، لكن قد يكون عندي امتياز آخر إن قصرت فيه أكون أنا مقصر عن أداء التكليف في هذا المجال. لذلك أولا علينا يعني إن كنا مطلعين على السرائر، وهنا لابد من أن ألفت إلى ما أن إلى أن ما يقال عن أن هذه معلومة خاصة ولدي مصدر ثقة وما إلى ذلك، في الغالب الثقة ليس بثقة في مثل هذه الأمور. من يقول بأني مطلع لا اطلاع له، هناك يعني غش إلى هؤلاء الذين يتصورون بأنهم وقفوا على المعلومة الحقيقية. في الكثير من الأحيان لا يوجد شيء من هذا القبيل، يوهمونهم فيتوهمون بأنهم يمتلكون علما في هذا المجال. طبعا لا شك ولا ريب أن الذي نرى من ابنه تخلفا عن أداء المسؤولية الشرعية لا يعني أن نحمل أباه على هذا الأمر. يعني الآن عندنا ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عمر الأطرف، لم يخرج مع عمر لم يقبل أن يخرج مع الحسين صلوات الله، لم يقبل بإمامة الحسين، وقال الأمير المؤمنين أمرتهما علينا في حال حياتك وتؤمرهما علينا بعد. على أي حال يعني هذا لمن يعود الذنب؟ ذنب أمير المؤمنين في أن ابنه لم يعني لم يسير على سيرته ولم يحتذي ب ابن الشخصية مثله مثل أي أحد آخر. لو أنه أحسن تربيته ولو أن ابنه كان مثالا يحتذى به كانت الفضيلة كبيرة جدا، ولكن ليس بالضرورة دوما أن نعثر على هذا الامتياز في هذه الأسرة وفي تلك الأسرة. طالما ابن نوح رأيناه ماذا فعل، طالما أننا رأينا ابن الإمام الهادي عليه السلام من نعبر عنه بأنه جعفر الكذاب الذي وازى الإمام المنتظر في إمامته بأبي وأمي، وكان يؤلم الإمام الهادي ويؤلم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما في أن له كان موكبا للعربدة في نهر دجلة في كل مساء. فهذا ابن الإمام، أخ الإمام، عم الإمام، لكن له هذا السلوك الذي رأينا. أخوة يوسف ماذا كان وضعهم؟ إذن شيخي هنا يجب أن نتوقف أن لا عصمة لابن المرجع
ولا عصمة لابن العالم ولا عصمة ابن لابن المعصوم الإمام. ايضا ما عنده عصمه، يعني ما يعني ليش نروح بعيد؟ يعني الان جاي نتحدث عن ابن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المعصوم يقوم بمسؤوليته، لكن من لا يتلقى ومن لا يقبل ومن يؤثر دنياه على اخرته بشكل طبيعي جدا لا يحاسب المعصوم في هذا المجال، لا يحاسب المرجع، لا تحاسب الشخصيه. نعم اذا رضي منه هذا عندئذ سيكون يعني حسابه مختلف، اما ان لم يكن راضيا، وليس بالضروره انه بمجرد ان ما يرضى على ابنك يطلع بيان ترى انا ما راضي عن ابني، هذا لا يمكن ان يكون، هذه اسرار بيوت وما الى ذلك. لكن عودا على بدء، انا اعتقد ان الساحه فيها اكاذيب كثيره تستهدف هذه الطبقه. لا أنكر أن هناك من ينتسب إلى أسر مجيدة في الوصف، ولكنه لم يسر على سيرة آبائه وأجداده. هذا أمر على مستوى التاريخ، على مر التاريخ يتكرر، مو فد شيء عجبا. كما أنه في العكس أيضا قد نرى من يعني من الفسق أبناء ما نرفع رأسنا بهم إجلالا لطبيعة المواقف التي صدرت منهم وطبيعة ما تصرفوا به. لذلك على أي حال في نموذج ما فعله الإمام الحسين عليه السلام مع علي الأكبر ما يجب أن يقتدى به، ما يجب أن يلتزم به. أما من لا يريد أن يفعل عند ذلك حسابه حساب من يقول ما لا يفعل. جيد شيخي، المؤهلات الذاتية لعلي الأكبر، الشجاعة، رجاحة العقل، التاريخ الأسري، العمق الاجتماعي، اتساع قاعدة المريدين والمحبين والموالين، ما يحمله من إرث لأبيه باعتبار أن أبو علي الأكبر هو الحسين، اللي هناك زخم هائل من الروايات النبوية التي أجمع عليها جميع المسلمين أهمية الإمام الحسين وتقديم الإمام الحسين، تجعل من علي لو أنه أدار بظهره عن معركة الطف لينجو بنفسه لخلد كأي سلطان من السلاطين. على أي حال لو أنه كان يريد أن يسير بسيرة مخالفة لأبيه وإلى أجداده إذن سيفعل ما أشرتم إليه، لكن حينما كان مصراً على أن المعيار الذي يلتزم به أنه يكون مع الحق ويدور أمره مع الحق، عندئذ لم يكن له مجال إلا أن يكون مطواعا لطبيعة ما يقرره الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما في طبيعة واقعنا لو رأينا أن هناك من لم يحترم هذه يعني سيرة الآباء والأجداد، أو لم يحترم الإرث الذي وصل إليه بطريقة أو بأخرى، هذه مشكلته هو، ليست مشكلة الإرث الذي أخذه. ولدينا في تاريخنا الكثيرين من الذين امتلكوا إرثا سلبيا ولكنهم أخرجوا نتاجا طاهرا وإيجابيا وما إلى ذلك، والعكس أيضا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سماحة الشيخ، الحديث عن شخصية علي الأكبر له شجون وأبعاد كثيرة، لعله وقت الحلقة يضيق بطرح هذه التفاصيل، لذلك نعتذر من القليل ما قدمناه، ولا العذر لله ولأهل البيت ولعلي الأكبر عليه السلام. فقط دعني أتوقف بدقيقتين على مسألة يعني أشيعت في قضية علي الأكبر، أنه جاء الحسين عليه السلام يعني أرخى ركاب الفرس ثم ألقى بنفسه على ولده علي، والأكبر قال له هذه أمي فاطمة تقول تبكي وتبتسم. قال له الحسين لما تبكي وتبتسم؟ قال أبكي لأن فاطمة نعم تقول وولدها وحسيناه جدتي فاطمة
وأبتسم لأن هذا جدي يسقيني من كأس الماء. الله. ما مدى صحة هذه الرواية؟ أم أنها القدر يعني القدر من الغوزخونيات؟ القدر القدر المتيقن أن الإمام الحسين تمدد إلى جنب جثة ابنه صلوات الله وسلامه عليه في أرض المعركة، ولا أعتقد أن هذا التمدد كان وعلي الأكبر نفسه لما يزل حيا ويعني يصعد وينزل. مثل هذه التفاصيل تحتاج إلى رواية معصوم، ولا نمتلك مثل هذا الأمر، لأنه رواية كربلاء فيها قسمين، قسم يمكن أن يراه أعداد تراه أعداد كبيرة من القاتلين وهم من تحدث من بعد ذلك، فضلا عن يعني من تندم من بعد ذلك وبدأ يروي القصة. هذه الأمور الظاهرة، أما حديثا هامسا ما بين طرفين والجند بعيدون عن هؤلاء، هذا الأمر يعني يحتاج إلى رواية من معصوم. يؤتمن في روايته وهو المعصوم في هذا المجال. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ، عظم الله لنا ولكم الأجر بارك مرة الله أخرى، فيك، أحسنت بارك الله وأجدت فيك، وأفدت، أمتعنا الله بطول بقائك. بارك الله كذلك فيك. شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة.